فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم وارتابت قلوبهم